إذا متابعين الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تي في. متابعينا الكرام، موضوع ديالنا هو بكل صراحة، يعني كنعرفوا أنه مع اقتراب فصل الشتاء متابعينا الكرام، والفضيحة اللي وقعت أو السيناريو اللي وقع السنة الماضية ديال البنية التحتية في بلادنا الحبيبة متابعينا الكرام، واش كتشوفوا أن هاد السنة يعني البنية التحتية في المستوى المطلوب أو لا غيتكرر نفس السيناريو السابق متابعينا الكرام؟ واش كتشوفوا انه غيتكرر نفس السيناريو السابق، اما انه عندنا بنيه تحتيه هذه السنه مناسبه متابعينا الكرام؟ اذا مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تي في. متابعينا الكرام، شنو رسالتكم للمنتخبين ديال المنطقة ديالكم؟ واش كتشوفوا أن هاد السنة البنية التحتية في المستوى المطلوب، أم أنه متابعينا الكرام غادي تكرر نفس السيناريو السابق متابعينا الكرام ديال البنية التحتية؟ إذا مساء النور. إيمان، عليكم السلام. نبيل خويا، تحية ليك. إيمان اختي، عليكم السلام. إيمان، تحية للجميع من تطوان. إذا متابعينا الكرام، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. الموضوع ديالنا هو كيف ما شاهدتم معنا السنة الماضية سيناريو ديال الفيضانات اللي وقعت في جل المدن المغربية متابعينا الكرام. واش كتشوفوا أن هاد السنة يعني غادي نقدروا نتغلبوا على الفيضانات وما توقعش ديال الكارثة اللي وقعت السنة الماضية، أم أنه غيتكرر نفس السيناريو متابعينا الكرام؟ نبيل، السلام خويا نبيل. أم أبرار، مرحبا، الله يكبر بك، تحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، كنجدو بكم الترحاب معنا في هذا البث المباشر الليلي والدردشة الليلية مباشرة بمدينة بن سليمان. إذا أجواء ليلية جميلة، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا واش كتشوفوا أن هاد السنة ما غاديش نطيحوا في نفس المشكل ديال السنة الفارطة متابعينا الكرام، أو السيناريو السابق ديال الفيضانات بجل مناطق مهر الحبيب؟ زينب، السلام عليكم. السلام ملاك لمداني اختي ملاك، بارك الله عليك، الله يبارك فيك اختي ملاك، تحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام. فمساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تي في. إذا أجواء ليلية جميلة متابعينا الكرام، مباشرة من شوارع أو بشوارع المدينة الخضراء. فكنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة متابعينا الكرام. واش كتشوفوا أنه غيتكرر نفس السيناريو للسنة الماضية، السيناريو ديال البنية التحتية متابعينا الكرام والفيضانات اللي وقعوا في جل المدن المغربية؟ ماي هاجر، مساء النور عليكم، مساء الخير اختي. ف
فمتابعينا الكرام، كيف ما كنعرفوا كاملين، مع اقتراب فصل الشتاء متابعينا الكرام، واش كتشوفوا ان هاد السنه عندنا مي بنيه تحتيه في المستوى، او غنطيحوا في نفس السيناريو ديال السنه الماضيه متابعينا الكرام؟ فالمشكل ديال الفيضانات، تحية طيبة عطرة لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذا أجواء ليلية جميلة متابعينا الكرام، إيمان أمين يا ربي، شي كنتمناو. إذا أستغفرك يا الله. السلام عليكم، تبارك الله، الله يبارك فيك. تحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام، تحية لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذا هذه الأجواء الليلية المباشرة مباشرة من مدينة بن سليمان. إذا مساء النور، مساء الخير، مساء الورد متابعينا الكرام. حمزة، الله يكبر بك خويا حمزة. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، مباشرة معكم بهذا البث المباشر الليلي مباشرة من مدينة بن سليمان. إذا مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين. كيف ما كنعرفوا ان السنه الماضيه كان وقوع عده فيضانات بجل المدن المغربيه متابعينا الكرام، واش هاد السنه كتشوفوا ان عندنا بنيه تحتيه في المستوى المطلوب، او غيتكرر نفس السيناريو السابق متابعينا الكرام اللي هو سيناريو الفيضانات؟ إذا متابعينا الكرام، كنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. إذا كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.